من البلوى التي حصلت على بعض المسلمين استعظامهم لبلاد الكفر، استعظامهم لأمريكا، إذا قلت له لا تذهب كأنك تمنعه نعم من حياته، كأنك ستمنعه حياته والعياذ بالله، أو كأنك تأمره بترك دينه. يقول أنت مجنون أترك أمريكا؟ كأنك تأمره بترك دينه. ربما لو قلت له اليوم ترك الصلاة خلينا نخزن، ما سيقول لك أنت مجنون. إذا قلت له اليوم نخزن، اليوم نترك سنصلي في وقت آخر، ما يقول أنت مجنون. وإذا قلت له لا تذهب إلى أمريكا يقول أنت مجنون، ما عندك عقل. بلوى عند بعض الناس، بلوى. الله ما خلقك إلى أن تذهب إلى تلك البلاد، خلقك الله لعبادته، والرزق على الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن البلوى أيضا عليهم أن بعضهم ما يظن أن رزقه إلا في أمريكا، سيأتي الرزق في أي مكان، أبواب الرزق كثيرة. وشبيه بذلك بعض الموظفين كانوا إذا قيل له هذه الوظيفة فيها معاصي اتركها، يقول من أين سآكل؟ والآن جاءت هذه الحروب ونعم وانقطعت الرواتب 10 أشهر، من أين أكلت؟ الرزق من الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه.